سؤال: ما الذي يساعدك في تحريك أطرافك في كافة الاتجاهات؟ الشيء بيساعدنا على تحريك الأطراف سواء كانت عند العلوية أو السفلية شيء اسمه المفاصل. بنتذكر عند الطرف العلوي كان في عندنا النتوء المرفقي، هذا عبارة عن مفصل. الرضفي هذا عبارة عن مفصل. هون هذا عبارة عن مفصل. منطقة الاتصال عندي روح الكتف ما هي مع الغضد، هذا عبارة عن مفصل. كل هذا عبارة عن مفاصل عندي هي اللي عم بتخلي الجسم يتحرك، بتساعد في حركة الجسم. ما هو تعريف المفاصل؟ المفاصل هي عبارة عن مناطق اتصال العظام مع بعضها. إذا مناطق اتصال العظام مع بعضها كلها عبارة عن مفاصل. ما هي أنواع المفاصل؟ عندنا ثلاث أنواع للمفاصل. النوع الأول اللي هو المفاصل الثابتة، اثنين المفاصل نصف المتحركة، ثلاثة المفاصل المتحركة. بالنسبة للمفاصل الثابتة، توجد في مناطق المترابطة بالإحكام، مثل عندي عظام الجمجمي، موجودة في عظام الجمجمي وهي لا تسمح بالحركة. ما هي إذا نشوفها عندنا عظام الجمجمي اتصال العظام فيها عبارة عن مسننات، فهي عبارة عن مفاصل ثابتة وهي لا تسمح بالحركة. اثنين مفاصل نصف متحركة، اسمها نصف متحركة فهي تسمح بحركة محدودة، مثل المفاصل الموجودة بين الفقرات في العمود الفقري. المفاصل أنا في عندي أقراص غضروفية عم بتحيط بين الفقرات، موجودة بين الفقرات ما هي تكون مرنة، فهي تسمح بحركة نصف ثابتة أو حركة إلا محدودة. أما المفاصل المتحركة فتكون حرة الحركة، تسمح بحركة شاملة أو كبيرة مثل المفصل الحلقفي الفخذي. شوف هذا عند المفصل الحلقفي الفخذي أو المفصل الموجود أنا هون عندي بين الجذع وبين الطرف العلوي، ما هي كلها عبارة هاي عن مفاصل متحركة. هلا رح احكي عن المفصل الحلقفي الفخذي. بالنسبة للمفصل الحلقفي الفخذي يتكون من سطحين متوافقين، هذا المفصل أول شيء الحلقفي الفخذي الموجود هون أنا عندي ما هي بين عظام الحلقفي الموجود هي عظم الحلقفي وبين الفخذ، ما هي هذا هو المفصل. يتكون هذا المفصل من عظمين متوافقين واللي هن عبارة عن عظم الحلقفة وعظم الفخذ. يربط هذين العظمين أربطة، في عندي أنا أربطة خارجية ما هي بالإضافة إلى الأربطة الداخلية مثل ما أنا شايفين. هون عندي بين عظمين يوجد المحفظة المصلية، المحفظة المصلية هاي المحفظة المصلية مملوءة بسائل مصلي يكون لزج ومزلق مزلق السطوح العظمي ما هيك. ما هي أهمية المحفظة المصلية؟ هون عندي تحافظ عندي على العظم من الصدمات. في عندنا مرض نسمع فيه اللي هو التهاب المفاصل الروماتيزمي او الروماتيزم. ما هو الروماتيزم؟ الروماتيزم هو عباره عن التهاب الاغلفه المحيطه بالمفصل، واذا التهبت عندي الاغلفه المحيطه بالمفصل هالشيء هذا بده يؤدي الى تشوه المفاصل، وبالتالي بده يسبب عندي التهاب ما هي بده يسبب عندنا التهاب بده يؤدي الى اعاقه في الحركه، مثل عندنا مفاصل الاصابع والرسغ. بكون عندي قصه الرسغ كثير بتبين لنا عند بعض الاشخاص بكون في تشوه بشكلها، وهالشيء هذا بيعيق عندي بعمليه الحركه. هلا رح احكي عن اقسام العظم الطويل. انتبهوا على العظم الطويل، هذا عند عظم الفخذ عباره عن عظم طويل او عظم الغضروف. بيتكون العظم الطويل من مشاشتين، هاي هون عندنا مشاشه وهاي مشاشه، نهايتي العظم بيكونوا طبعا منتفختين، المشاشتين منتفختين. بين المشاشتين يوجد جسم العظم، هذا هو جسم العظم وهو قصر متوسط بين النهايتين او بين المشاشتين. بالنسبه لبنية هلا العظم الطويل يتكون من خمس اقسام، هذا العظم الطويل ما هيك عظم العضد او الفخذ. بحيط في عندي ماده او القسم اللي هو ماده رقيقه جدا وتسمى السمحاق. تسمى السمحاق عبارة عن طبقة ليفية تغطي جسم العظم. القسم الثاني اللي بيكون موجود تحت السمحاق مباشرة وهو نسيج عظمي كثيف يقع تحت السمحاق ويشكل البنية الأساسية لجسم العظم، إذا تكون من مادة عظمية. الثلاثة القناة المركزية توجد في وسط العظم، القناة المركزية توجد في وسط العظم وهي مملوءة بمادة تسمى نقي العظم، تسمى نقي العظم توجد في وسط العظم. نسيج عظمي اسفنجي يوجد في المشاشتين، المشاشتين هم بلاقي عندهم تراوي نوعا ما، ايش السبب؟ يوجد نسيج عظمي اسفنجي يكون طري. اما
ابيض مرن. نسيج الغضروف لا معظم ولا السائل بيكون لونه ابيض هيك صافي، هو عباره عن لن يكون مرن جدا. ما هي اهميه نقي العظم؟ سؤال، ما هي اهميه نقي العظم الموجود عند وين؟ داخل القناه المركزيه. اهميه نقي العظم هي توليد كريات الدم الحمراء والبيضاء. سؤال، ما الذي يكسب العظم صلابته؟ كلنا نعرف العظام الصلبه ايش هو السبب. انا عندي العظم بيتكون من ماده عضويه اللي هي العظمين بتشكل ثلث النسبه، ويتكون ايضا من ماده لا عضويه اللي بتشكل عندي ثلثين النسبه. الماده اللا عضويه عباره عن املاح، املاح هي فوسفات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم، اذا املاح فوسفات وكربونات الكالسيوم. الوصله الوثيقه بين ارتباط الماده العضويه اللي هي العظمين والماده اللا عضويه اللي هي الاملاح، الاملاح فوسفات وكربونات الكالسيوم، هي التي تكسب العظم الصلابه. هالشكل هذا بيكون انتهى درسنا.